عندي في الاجنده بتاعتي. لا يا علي، انا مسجل نمرتها مشرين في الاجنده بتاعتي. ما لا يا عم، تعالى اوريك الاجنده وانت تتاكد بنفسك. وريني يا سيدي. تعالى تعالى. انا مش حافظه رقم مامي لان انا كنت مسجلاه على الموبايل. ما انت غريبه يا ستي، يعني محدش يسجل رقم امه على الموبايل.